أوضح مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي تفاصيل الإصابات 21 التي أعلن عنها اليوم في المحافظة، مبينا أن 15 حالة منهم تعود لوافدين من تركيا. تمكن الأبطال رجال الجيش الأبيض من رصد 21 حالة، وكما يلي 15 حالة للوافدين من تركيا الذين أدخلوا إلى المحاجر من أول يوم دخولهم إلى المدينة مباشرة من الحدود إلى المحجر، وبعد انقضاء فترة الحجر تم أخذ العينات وظهرت بأنها سالبة ل 15 حالة وافدين، حالة موجبة، هؤلاء قادمين من تركيا. أما الحالات الأخرى السادسة ستة وهي كما يلي: 5 لعائلة دكتور ربيع الجراح الذي كان قدم من بغداد، وكذلك هو أيضا يعتبرون 6، فهذه 21 حالة. أما 20 حالة، أما الحالة الأخرى فهي لمهجر من بغداد يسكن مجمع حسن شامي، دخل إلى حسن شامي بأي طريقة نحن ليس لدينا أي علم، وقام بدخول إلى مدينة الموصل، وألقي القبض عليه من قبل القوات الأمنية لعدم حمله لمستمسكات، وقام القاضي ب يعني سجنه سجن انفرادي. وعندما علمنا بأنه قادم من خارج الحدود أرسلنا إليه المفارزة الطبية وأخذت عينة له، وظهر بعد ذلك بأنه مصاب، وعلى الفور أيضا قمنا بنقله إلى مستشفياتنا، وكذلك قمنا بعزل مركز شرطة النصر وكذلك المنتسبين، وقمنا بأخذ العينات من هؤلاء الملامسين والشرطة، وإن شاء الله سترسل إلى بغداد. نحن مع التشديد على فرض حظر التجوال الكليا، الأمر خطر جدا، وكما تعلم الآن في المحافظات الأخرى عدد الإصابات ارتفعت أكثر، وبعض المناطق اعتبرت موبوءة. نتمنى من الحكومة المحلية ومن السيد المحافظ رئيس خلية الأزمة بالتشديد على منع فرض حظر التجوال الكلي على المحافظة، وخصوصا خلال هذه الفترة، لكي تتمكن دائرة صحة نينوى من القيام برصد وبائي لمناطق أخرى لكي نستطيع أن نحافظ على هذه المدينة.